السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم آدم من قناة تقنيات للمعلوميات. في الحلقة السابقة قدمنا لكم طريقة إنشاء قناة ناجحة على اليوتيوب من البداية مع مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعها لتفادي فقدان القناة. اليوم إن شاء الله سنتعرف على مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها في حالة لم تتمكن من الدخول إلى حسابك على القناة، وذلك بسبب نسيان الباسورد أو حتى الجيميل. هذا الأمر قد يحدث لك في حالة قمت باستخدام حاسوب جديد أو قمت بعمل فورمات له. نفس الأمر قد يحدث لك أيضا إذا قمت بعمل هارد ريسيت للهاتف أو استخدام هاتف جديد، وبسبب نسيان الباسورد أو الجيميل لن تتمكن من الدخول إلى حسابك على قناة اليوتيوب. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، لحل هذا المشكل يجب أن تتابع معنا الخطوات التي سنشرحها حتى النهاية. قبل ذلك نرجو منك دعمنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بآخر مواضيعنا التقنية. في الحالة الأولى نفترض أنني نسيت الباسورد للدخول إلى حسابي المرتبط بالقناة. إذن ما سأقوم به هو التوجه إلى منصة اليوتيوب والضغط على زر سين إن. من خلال هذه الواجهة سأكتب بريدي الإلكتروني المرتبط بالقناة، وفي الصفحة الموالية سيطلب مني إدخال كلمة المرور، وبما أنني نسيتها سأقوم بالضغط على خيار Forgot Password. إذن أخي الكريم، إذا كنت تتذكر آخر باسورد قمت بتعديله فيمكنك كتابته هنا وبالتالي إمكانية الدخول إلى حسابك. لكن إذا لم تتذكر هذا الباسورد فيمكنك الضغط على خيار Try Another Way. هنا في هذه الواجهة سيطلب منك إدخال رقم هاتفك المرتبط بالقناة، وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه يجب أن تضيف رقم هاتفك عند إنشاء حساب الجيميل مخصص لإنشاء قناة يوتيوب. إذن يمكنك إدخال رقم هاتفك هنا المرتبط ببريدك الإلكتروني ثم اضغط على Send ليصلك كود مكون من 6 أرقام إلى هاتفك. قم بكتابة هذا الكود هنا ثم اضغط على Next. الآن قم بكتابة باسورد جديد لحساب الجيميل الخاص بقناتك ثم أعد كتابته من جديد. بعد ذلك اضغط على Change Password، وبذلك ستستعيد إمكانية الدخول إلى لوحة التحكم بقناتك. نمر إلى الحالة الثانية، وهي إذا نسيت الباسورد ولا تتوفر على رقم هاتفي مرتبط بحسابك على القناة. في هذه الحالة عندما يطلب منك إدخال رقم هاتفك توجه إلى الأسفل واضغط على الخيار I don't have my phone. إذن الخطوة الأولى في هذه الحالة هي من خلال تحديد تاريخ ميلادك الذي قمت بإضافته عند إنشاء حساب الجيميل، أو يمكنك اختيار طريقة أفضل وهي عن طريق إضافة بريد إلكتروني آخر والذي قمت بإضافته كبريد احتياطي أو ما يسمى بالريكوفري إيميل عند إنشاء الجيميل المرتبط بقناتك. وكما تلاحظ فإنه يتم تذكيرك بحساب البريد الإلكتروني في حالة كنت تتوفر على حسابات كثيرة. ففي هذا المثال فإن بريد الاحتياطي يبدأ بالحروف التالية. إذن بعد إضافة البريد الاحتياطي اضغط على Send، ثم قم بتغيير متصفح الانترنت. بعد ذلك قم بالدخول الى الجيميل المرتبط بحساب البريد الاحتياطي لتتوصل بكود التحقق من جوجل. قم بنسخ الكود المكون من 6 ارقام وتوجه من جديد الى هذه الصفحة، ثم قم بلصق الكود هنا. بعد ذلك اضغط على Next. الان يمكنك كتابة كلمة مرور جديدة تستطيع تذكرها ثم اعيد كتابتها من جديد في هذه الخانة، وفي الأخير اضغط على Change Password، وبذلك ستتمكن من استعادة حسابك على القناة من جديد. نمر الآن إلى الحالة الثالثة، وهي إذا نسيت الباسورد ولا تتوفر على رقم هاتفي ولا بريد احتياطي. إذن في هذه الحالة ستتجاهل استخدام رقم الهاتف أو البريد الاحتياطي من خلال الضغط على Try Another Way. بعد ذلك ستظهر لك هذه الواجهة والتي من خلالها يمكنك إرسال عنوان البريد الإلكتروني كيفما كان إلى فريق دعم جوجل، بحيث تكتب الإيميل الخاص بك هنا ثم تضغط على Send ليتم إرساله. بعد ذلك انتظر فترة من الوقت، وبعد أن تتم معالجة طلبك من طرف فريق الدعم سيتم التواصل معك على البريد الإلكتروني الذي أرسلته لهم لحل مشكلتك والحصول على مساعدة من أجل استعادة حسابك المرتبط بالقناة. إذن بعد أن تعرفنا على الحالات التي يمكنك من خلالها استرجاع إمكانية الدخول إلى حسابك بعد نسيان الباسورد، الآن سنتعرف على الحالة التي تكون فيها قد نسيت الباسورد وأيضا البريد الإلكتروني المرتبط بقناتك. في هذه الحالة عند الضغط على Sign In ستظهر لك هذه الواجهة، من خلالها تجاهل إضافة بريد إلكتروني وقم بالضغط على الخيار Forgot Email.
إذن ما يجب أن تقوم به الآن هو إضافة رقم هاتفي مرتبط بحسابك أو إضافة البريد الاحتياطي. عموما إذا كنت تمتلك إحدى هذين الخيارين فستتوصل في الأخير على كود التحقق المكون من 6 أرقام سواء على هاتفك أو على الجيميل الاحتياطي. مثلا سأقوم بإضافة بريد الاحتياطي الخاص بقناتي ثم أضغط على Next. بعد ذلك أقوم بكتابة اسمك الذي أضفته إلى بريدك الإلكتروني، مثلا سأقوم بكتابة هذا الاسم كما يظهر لك، ثم أضغط على Next. الآن يمكنك الضغط على Send لتتوصل بكود التحقق على الجيميل الاحتياطي إنك ما شاهدنا في الحالة الثانية. بعد التوصل بهذا الكود قم بنسخه وقم بلصقه في هذه الخانة، بعد ذلك اضغط على Next. الآن اكتب الباسورد الجديد لقناتك وأعد كتابته هنا. في الأخير اضغط على Change Password وهكذا ستتمكن من استخدام قناتك من جديد. إذن كانت هذه أهم الحالات التي يمكنك استخدامها لاسترجاع قناتك أو لنقول حساب جوجل الخاص بك بعد نسيان الباسورد، وأيضا في حالة نسيت بريدك الإلكتروني المرتبط بقناتك. وعند تطبيقك لجميع خطوات الشرح بشكل جيد فأنا متأكد أنك ستتمكن من استرجاع حسابك بكل سهولة. مرة أخرى نود أن نخبرك عزيزي المشاهد بأنه يجب عليك أن تتذكر جميع المعلومات المتعلقة بالدخول إلى حسابك بما فيها الباسورد ورقم هاتفك المرتبط بالحساب وأيضا بريدك الاحتياطي، وبهذه الطريقة لن تفقد قناتك حتى لو قمت بتغيير أو فورمات الجهاز الذي تستخدمه للدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بقناتك. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم. إذا استفدت من هذا الشرح فلا تتردد أخي الكريم أختي الكريمة من عمل لايك للفيديو وإخبارنا في التعليقات بأنه تم حل المشكل لديك، وأيضا لا تتردد في مشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد معنا عدد كبير من المشاهدين، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول زيارة لك لقناة تقنيات. دمتم في أمان الله.